Allez, un peu de monde, s'il vous plaît. Ah, ça. ارجع كمان خطوه، ارجع ارجع لعندي لعندي. لا لا تحت شوي. صح. ايوه. هو اسمعي، بدنا اياها تنزل هيك. بشكل قوس لا. بدنا هيك مباشر. احسن غيره. لعبة البيسبول مسمى للشباب بيسبول، لعبة السوفتبول مسمى للبنات. طبعا دولة فلسطين رابع دولة عربية انضمت للعبة البيسبول من خلال التعرف على اللواء العراقي المتواجد في جمهورية مصر العربية، هو المشرف على نشر لعبة البيسبول. طبعا عندك العراق، عندك تونس، عندك مصر، فلسطين، احنا كرابع دولة تعتمد لعبة البيسبول. لعبة البيسبول في 2020 سوف تكون معتمدة أولمبيا، وحاليا في بطولة الغرب آسيا موجودة في اسلام اباد. هي لعبة معتمدة، احنا من خلال هذه اللعبة بنجهز 20 صبية و20 شاب يكونوا نواة للعبة البيسبول، حيكون منهم حكام، حيكون منهم مدربين. لنشر هذه اللعبة خلال الثلاث شهور القادمة حيكون في دوري من خلال الخمس أندية المنضمة للاتحاد، نادي الهلال، نادي الشاطئ، نادي خدمات البريج، نادي نماء، نادي الجزيرة. من خلال هذه الخمس أندية راح نعمل دوري بيسبول عام، وطبعا حيكون المشاركات للأندية. المصعوبات اللي بنواجهها طبعا هي الملاعب بشكل عام. شغلة ثانية المعدات، احنا بنعاني من معدات المضارب، من الكور الأصلية، من القفازات، هاي مش موجودة في فلسطين. حاليا قاعدين بنحاول في عن طريق يعني صناعات محلية نحاول نفصل الكفة، نفصل المضرب، هذا اللي بنقدر عليه. طبعا بنقصنا التمويل، اهم شيء في هاي اللعبة تمويل، نلاقي ممول لهي اللعبة يقف معنا ويساعدنا حتى ننشر هاي اللعبة في فلسطين. طبعا ما لقيت الصعوبات اجتماعية، عادي الصبايا وافقوا انهم يلعبوا هاي اللعبة ومارسوها. بشكل عام هم البنات انهم خريجات تربية رياضية ومارسوا هذه اللعبة في التربية، مارسوا الالعاب الرياضية في التربية الرياضية، فلقيت اقبال من الصبايا انه نلعب هاي اللعبة. بقول لك بيواجهنا بس اللي الاماكن المفتوحة، يعني صعب اللعب البنات في الاماكن المفتوحة عشان العلاقات الاجتماعية والوضع عندنا مساكن رابع. لكن اذا بدنا نلعب اللعبه وتعتبر لعبه تنتشر صح، لازم ملاعب كبيره. مساك عن الكوره والقانون شوي شوي بنعرفه خلال الثلاث شهور الجايات ان شاء الله بكونوا ملمين. عجبتني الفكره لما حكى معايا واقتنعت فيها، بحكم انه انا هيك عندي طموح انه يعني الواحد يعلو اكثر في الرياضه، وكلعبه جديده، لعبه مميزه بحبها كمان يعني. بس كنت احضر افلام وشغلات زي هيك، كنت كثير يعني حابه الموضوع، بس انه الاول مره في غزه اكيد لازم التحق في الفريق. لعبه البيسبول هي لعبه اسمها لعبه القلعه، هي عباره عن ثلاث قلاع، بكون اللاعب بتنقل فيها من قلعه لقلعه بحيث انه يحرز نقطه. متعبة، مش موضوع متعبة، هي أم الألعاب نحكي عنها. ليه؟ لأنه بدك تكوني عداء، بدك تكوني عندك اللي هو ممارسة إنك تمسك الكرة. طبعا هذه يعني بتيجي في كرة اليد، تكون المهارة في كرة اليد، فيها وثب لأعلى. صعوبات أكيد في صعوبات، إحنا بحكم إن إحنا يعني عنصر نسوي بشكل عام في كل الرياضات في صعوبات. يعني إذا بدك تيجي تنسقي لملعب بدك تكوني ماخذه موافقه يعني امنيه اكثر من انه هي يعني كلاعبين في غزه، يعني لانه كمان اول تجربه لي هذه. يلا البنات بالحق الرابعه تعالي ليش الساعه بدايه مريم مريم احسن جود جود ارمي هجار. شو يلا يلا مريم لايك من غير لايك.